قبل نومك اقرأ هذه السورة القصيرة، سيفيض عليك الرزق والخير والمال الكثير إن شاء الله وبإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة مولة الدار. فضلا وليس أمرا اكتبوا في تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطاهرين. كما ترون في العنوان، اليوم سأعطيكم سورة قصيرة ومباركة ستجلب لكم الرزق الكثير وتفتح لكم كل أبواب الخير والرزق والمال إن شاء الله وبإذن الله تعالى. هذه السورة هي سورة جد قصيرة، لن تأخذ من وقتكم الكثير، وسوف تجلب لكم الرزق الكثير. سوف تمتلئ محفظتكم بالنقود بإذن الله تعالى. عليكم بقراءتها كل ليلة، ويكفي قراءتها مرة واحدة، لكن عليكم بالمداومة عليها وبالنية واليقين في الله تعالى وفي القرآن الكريم، لأن الله هو الرزاق والقرآن الكريم كله رزق وخير وبركة. هذه السورة هي سورة البلد، داوموا على قراءتها بنية ويقين في الله تعالى، وسترون العجب في الرزق والخير والمال الذي سيصب عليكم بإذن الله تعالى.